والمصدر اللي كان كيدير شحال هادي دابا ما بقاش شحال هذاك المصدر اللي دار الدراسات العلميه بقاو بان خصو 30 دقيقه باش يوصل للدم يعني ملي غيوصل بقى السم ديجا وصل للدم ودار الادرار ديالو من كل جامعه كيدار في اليوم واحد اليوم تحسيسي وتجمعوا الناس ويجي شي مسؤول من قطاع الصحه باش يديروا واحد التقدير للساكنه حنا راه تنعكسوا طبعا المنتخبين راه من واجبنا اننا نوصلوا المسؤولين القطاعيين هاد الشكايات وهاد المطالب ديال الساكنه في هاد كل قطاع قطاع من قطاع الصحه المندوب الاقليمي لوزاره الصحه باقليم شتوكا اتباها. اليوم عقدنا واحد الاجتماع تحسيسي تكويني في الدائره ديال اتباها فيما يخص التكفل بضحايا لدغات الافاعي ورساعات العقارب. وتم التبيين فيه على مجموعه ديال انواع الافاعي المنتشره في المنطقه وكذلك بعض النصائح بالنسبه للساكنه كإزالة الاعشاب المحيطه بالمنازل كسد الثقاب الموجوده في المنازل وكذلك عدم ترك الأزبال بموازاة المنازل والإسراع في نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي اللي حاليا متوفر فيه السيروم ديال العلاج ديال هاد لدغات الأفاعي راه ما بقاش الأمصار كيف ما كانوا شحال هادي دابا كاين السيروم اللي كيدار على حسب ليزانديكاسيون على حسب الحالات كيتم ترتيب الحالات على حسب درجة الخطورة وكذلك على حسب نوعية الأفعى أو الثعبان اللي لدغ هذا الإنسان وكيتعطى له العلاج ديالو والمراقبة المستمرة للحالة إما في المستشفى الإقليمي أو ولا يدعس الضرورة كنصيفطوه لقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي وكذلك ذكرت على لساعات العقارب نوعية لساعات العقارب وبعض النصائح فيما يخص الساكنة وإن شاء الله غنطوروا واحد برنامج تكويني تحسيسي اللي غيكون اللي غيهم الأطباء والممرضين المسؤولين على المراكز الصحية واللي غيكون بعد منه برنامج توعوي على صعيد جميع المؤسسات الصحية لفائدة جمعية المجتمع المدني ولفائدة الساكنة.